السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. مرحبا بكم في قناة زهير آرت 3D. خوتي ركزوا معايا مزيان، هذا الخط ضروري خصو يكون هذا الشكل. غنخلي لكم التصميم ديالو في آخر الفيديو إن شاء الله. بلاتي نسيت هاد الخط، هاد الاسهم هادو ضروري خاصهم يكونوا باش نشدوا الجبارين ديالنا. هاد الاسهم هما اللي غادي نقادوهم مع الخط باش نشدوا الجبارين ديالنا مزيان. هاد الاشكال اللي كنحط ثلاثيه الابعاد ماشي غير ديال الصباغ بوحدو، ديال الصباغ وديال القباص وديال الزليجي، هادو كلهم يقدروا يستعملوا هاد الطريقه. الصباغ بالنسبه لي هو الطريقه السهله، الطريقه الاولى ديال الصباغ سهله، غادي يحط كرتونه بحال ما هادي. المهم هاد الخط هذا رقم واحد هو التصميم الاول اللي درنا، هو التراساج الاول. رقم جوج هو التراساج الثاني. ركزوا معايا في هذا الفيديو، راه التصميم هذا خطير شويه. نكملوا الهضره ديالنا. هاد الاشكال هادو كيخدموهم الدراري ديال الفايونس، وكيخدموهم القباصه، ولا طريقه سهله بالنسبه للصباغ. بالنسبه للقباص والزليجي شويه صعيبه، الزليجي فيه تقطع بزاف، غيبقى يقطع بالليمون وداكشي فيه تقطع بزاف، والكرا كيجيو اشكال زوينين. اللي بغى يتفنن لا الكليان ديالو راه اشكال زوينين. هاد الشكل هذا كيجي في البودره ديال الحيط، شي واحد الا عنده بودره مربعه ولا عنده شي بودره جات في شي قنت اللي كتبان عيب وادي وما عندوش باش يصايبها بشي ديكور وغيطلع ليه غالي بزاف، هاد الشكل هذا غادي يطلع لك رخيص وغيطلع واعر وما كيجيش غير في البودرات. خويا الصباغ نشارك فنان وغتعرف فين تحطو، كاينين الاماكن ديالو اللي غيتحط فيهم. المهم كنهضر على هاد الشكل هذا، وكاينين اشكال اخرى، كاينين البلايص ديالو، كاين اللي كيجي حدا البلازما، الفاص اللي فيه البلازما، كاين اللي كيجي في الفاص ديال الكوزينه، كاين اللي كيجي في الفيصان على الجرده. مهم كاينين اشكال زوينين. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تفهم الشكل، ولا عجبك خلي لي شي كومونتير. مهم هاد ركز مزيان فين كنحط المسطره، ضروري هادو ضروري تصدم، ركز مزيان شوف مزيان، ضروري متسدادو. والشكل دابا غادي كيطلع ان شاء الله، وغنبداو في الصباغه ونخليكم مع واحد الموسيقى. ما تنساوش الخوت لايك الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس باش الفيديو يتلونصا من عندك نتايا لعند واحد اخر، وهكذا غادي نستافدو كاملين. تبارك الله عليكم اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. التصميم ديال الفيديو غادي نتلقاوه في اخر الفيديو.
خوتي بصراحة كي جاكم الفيديو مش كتبوش عليه. مهم هذا هو التصميم، هذا هو التراساج. غناخدو 24 في الطول وغناخدو 13 في العرض باش تخرج لينا 5 سنتيم في كل مربع كيبان لكم. غتقول لي هذا راعوج، غنقول لك انا ما عنديش الغرض بهذاك التحتاني، عندك الغرض بالسطر الفوقاني هو اللي تركز عليه مزيان، هو اللي يجيك في نفس العبار. السطر التحتاني ما غاديش نحتاجه، السطر التحتاني غنحتاجو منه مربع واحد، الفوقاني اللي غنحتاجو منه جوج مربعات اللي غادي نستعملو. كمل التصميم وغادي تفهم كل شيء. وتبارك الله عليكم اخوتي، تحياتي لكم، وراني غنبقى نحط لكم جديد ديما ان شاء الله، ديما الجديد، وكندير كل من جهدي باش نوصل شي حاجه للجمهور زوينه. وهذا الشيء اللي عطاني الله، اللي عجباتكم هي هذيك، اللي ما عجباتكمش هي هذيك. ركز مزيان باش تعرف فين غادي تحط البيركار. انا غادي نزيد نقرب لكم، هذا هما اللي خاصهم يتقوسوا. انت كتشوف غتحط البيركار هنا وغتجيب، مهم انت راك عارف ملي غتبدا التراسي غادي تعرف كيفاش التراسي. مهم التقويصات ضروري خصهم يجيو. هاد المربع خاصو يتحيد، هاد الجزء التحتاني اللي قلت لكم ما عنديش به المشكل واللي كيبان عوج ومخربق هذا غيتقطع كامل. وهذا هو الشكل ديالنا اللي تراسينا به في الاول. انا درت فيه 24 على 13، عطاني 5 5 باش قديت هاد الشكل هذا. وانتوما ديروا اللي عجبكم، وتبارك الله عليكم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.